خليني اخد الاول معانا على التليفون كاتبنا الصحفي الكبير ورئيس تحرير جريده الشروق، ايضا عضو مجلس امناء الحوار الوطني وعضو مجلس الشيوخ، استاذ عماد الدين حسين. اهلا بيك. اهلا بيك الصديق العزيز. يا ربنا يخليك يا استاذ عماد. استاذ عماد، في اطار المؤتمر الصحفي اللي كان بيتكلم فيه النهارده الاستاذ ضياء وعلى مساله التاكيد ثم التاكيد على انه الحوار ليس مؤسسه فتملي على مؤسسات اخرى ما تفعل، وانما له من المخرجات والتوصيات كيفما شاء وسوف ترفع لرئيس الجمهوريه كمان. نعم، هذه فكره محوريه منذ بدايه الحوار الوطني او الجهد التمهيدي او الاجراء للحوار الوطني من حوالي سنه كامله، انه هذا الحوار ليس بديلا لا للبرلمان ولا لمجلس الوزراء، بمعنى انه لا ياخذ دور، انه مش جهه منتخبه ممثله للجميع، هو يعني صوت يعبر عن الشعب قدر الامكان. مجلس الامناء خلق نفسه بنفسه بناء على دعوه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو يحاول ان يكون صوت للشعب او وصل ما بين الشعب والمؤسسات الرسميه. دي نقطه مهمه، لان الحوار الوطني لا يستطيع ان ياخذ مهمه البرلمان فيشرع لانه ليس منتخب، ولا الحكومه لانه مش جهه تنفيذيه، وبالتالي هو يعني تكوين المجلس هو يعبر الى حد كبير عن مختلف الاطياف اللي موجوده في الشارع المصري، وبالتالي سيحاول ان يصل الى توافق محدد بشأن قضايا حيوية يرفعها إلى السيد الرئيس ويحولها إما إلى قرارات تنفيذية باعتباره رأس السلطة التنفيذية، أو يحيلها إلى البرلمان لتحويلها إلى تشريعات إذا وافق عليها البرلمان. طيب، هذه هي الفكرة الخاصة من أن إحنا مش مؤسسة بديلة ولا ينبغي أن نكون مؤسسة بديلة. طب أستاذ عماد، يعني لما في مرتين وموضعين قريبين جدا يذكر فيهم الأستاذ ضياء أنه الحوار الوطني ليس مؤسسة بديلة لمؤسسات القائمة في الدولة، الحكومة من جهة أو البرلمان من جهة أخرى، قال الكلام ده في الجلسة الافتتاحية وقال الكلام ده في المؤتمر الصحفي بتاعنا، فبيجي هنا السؤال، هل ده معناه أنه هناك البعض يتصور أن الحوار مؤسسة وأن له أن يملي ويضع قرارات؟ بطبيعة الحال نعم، ستذكر هذا القول تكرر كثيرا حتى في المؤتمرات الصحفية اللي عقدها المنسق العام في بدايات الحوار، يعني بعد 3-4 جلسات ضياء رشوان قال بوضوح هذا الأمر، لأنه البعض تخوف أن يكون هذا الحوار يأخذ وظيفة جهة أو مؤسسة أو برلمان، وهو ما لا ينبغي له ان يحدث بطبيعه الحال، لانه مره ثانيه دي مؤسسات قائمه ومنتخبه او مؤسسات تنفيذيه، فبالتالي هناك فارق كبير جدا بين وظيفه كل منهما. المجلس يناقش، يتجادل، يتوافق الى ان يصل لتوصيات يرفعها رئيس الجمهوريه، حينما تصل رئيس الجمهوريه تدخل في المسارات التقليديه والطبيعيه والقانونيه. ومن هنا فكرة رئيس الجمهورية من حقه قانونا أن يتخذ القرارات الجمهورية التنفيذية باعتباره رأس السلطة التنفيذية، ومن حقه دستوريا أن يحيل مشروعات قوانين إلى البرلمان ليناقشها في صورة تشريعات. طيب، يمكن المذيع في حالتي اللي هو أنا، يعني في أكتر من محاورة، مقابلة، أحاديث شخصية بعيدة عن الهواء، بعيدة عن البرلمان، مع معارضة كانت أو موالاة، فكنت دائما أتحدث عن مرونة التوجهات من الجانبين، معارضة وموالاة، لكني مش في المطبخ، أستاذ عماد هو اللي في المطبخ. إلى أي مدى تشوف أن في مرونة متبادلة من الجانبين على الأقل حتى هذه اللحظة، عشان نقدر نستشر في مستقبل هذه المرونة ثم التوافق يا رب خلال الجلسات واللي هتبدأ يوم الأحد؟ باعتباري حضرت تقريبا كل الجلسات 24، وحضرت العديد من المداولات والجلسات غير الرسمية، أستطيع أن أقول لك بيقين ثابت، لو أن التوافق الذي حدث داخل مجلس الأمناء بين القوى المختلفة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار مرورا بالوسط، فسوف ينجح الحوار بنسبة كبيرة جدا. هذه نقطة، لأنه مجلس الأمناء كما تعلم أخي يوسف هو خليط من أطياف سياسية مختلفة، صحيح، فيه ناس قريبة من الموالاة، ناس قريبة جدا من المعارضة، وما بينهما من وسطيين أو خبراء إذا جاز التعبير. كان البداية في الحوارات قبل حوالي سنة لما تشاور اجتماع حصل كان في أول 7، كان في تشكك وتربص وما فيش لغة سياسية موحدة ولا تفاهم،
بعد اخر اجتماع كان الجميع بيتكلم بقلب رجل واحد بمنطقه احنا عايزين ننجح كمجلس امناء، احنا بذلنا جهد كبير ووقت ومجهود وتطوعا كله ده بالمناسبه عشان نعمل حاجه، وانعكس ده فرحنا جدا كمجلس امناء ان الصوره اللي شافها الناس في الجلسه الافتتاحيه في قاعه نفرتيتي في ارض المعارض مدينه نصر كانت حاجه مشرفه، صح. حاجه الصوره التي نتمنى ان تتكرر في كثير من مناحي حياتنا العامه، وبالتالي هذا مؤشر جيد، لكن هل معنى ذلك ان النجاح مطلوب؟ اتمنى ذلك وحضرتك وكل الناس يتمنى طبعا، لكن علينا ايضا ان نحن نبقى عارفين ان في صعوبات في الجدل السياسي وبعد توقف حياه سياسيه لحد ما طبيعي انه يبقى فيه يعني جدل، اختلاف على رؤى، اختلاف على اولويات، مش اختلاف على الاسس، الاسس كلنا مصريون وكلنا نحب الوطن وكلنا نريد ان نتقدم. الذي يعني ما الذي سيحدث في النقاش العام داخل اللجان؟ ما فيش تصويت، فيه توافق، صح. وبالتالي هيبقى فيه محاولة للوصول إلى توصيات تعبر عن هذا النقاش، التوصيات المختلفة ترفع إلى السيد الرئيس ليتخذ بشأنها ما يشاء وما يرى، وربما يبقى فيه دمج ما بين هذه التوصيات هنا أو هناك. ما هو أصله لو ما كانش فيه اختلافات ما كناش بقينا عايزين نقعد في حوار وطني، لانه الكل يحمل نفس الرؤيه. طب خلاص هنعمل حوار وطني، هنعمل ايه؟ وانت لا تتحاور مع حبيبك او صديقك او من هو يقف على راس زاويتك، صحيح. فلهذا السبب بيبقى في حوار وطني. طب انا يمكن وانا عايز اطول لحظه، معلش، انا شايف او استشعر او ارى او استنبط ان هناك تناغما حقيقيا ما بين الحوار الوطني وما بين لجنه العفو، لانه نعم. لو ما كانش في هذا التناغم ما كناش شفنا انه المعارضة اصبحت اكثر هدوءا في تناولها للحوار واكثر مرونة، وبالتالي يصبح الحوار بالنسبة لها اكثر جاذبية بطبيعة الحال. بص، المعارضة مش هتيجي تدي فك براءة كده او ورقة بيضاء للحكومة، هذا منطق يعني يناقض الاشياء الطبيعية. منذ اطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي الحوار الوطني في 26 ابريل 22 وتم في نفس اليوم تشكيل لجنه العفو الرئاسي، سوري مش تشكيل، اعاده تفعيل اللجنه. وهذا التفعيل ادى منذ هذا اللحظه وحتى الان الى اطلاق حوالي 1400 محبوس، صحيح. في كل في كل اجتماع لمجلس الامناء كان يناشد السيد الرئيس اطلاق اكبر قدر من المحبوسين في اطار القانون، وحينما كان يتم الفرق كنا نحيي ونرحب على هذا الخط ونطلب المزيد. في كل المرات فعلنا ذلك، وانا اظن ان الحكومه والدوله والرئيس والاجهزه المعنيه كلهم في مجالي كان هناك جهد حقيقي لا ينكره الا جاحد في هذا المركز، لانه اكثر تطور حصل كان هو ده، واظن ان ده اكثر عامل مهم شجع المعارضة على الاستمرار في الحوار، وهو الذي شجع على رفض كل الدعوات التي طلبت بالانسحاب او التجديد او ما الى ذلك. وانا اتذكر يا استاذ عماد انه في البداية خالص انه كانت المطالبات بتاعة المعارضة انه احنا مش بنتكلم على عدد اسماء، بضع اسماء، احنا بنتكلم على مئات حتى نستطيع ان نشعر بان الحوار مثمر. فالنهاردة احنا بنتكلم على اكتر من 1400، يعني ده اللي وصل لي، صح؟ صحيح. نحن نتمنى انه يبقى في تصفيه لهذا الملف كامل حتى تهدأ النفوس اولا، وحتى يتوقف هذا الورقه كما تعلم استاذ يوسف، للاسف الشديد الخارج بعض القوى المناوئه في الخارج تبتز مصر بهذه الورقه ظلما وعدوانا، تدعي الدفاع عن كفر الانسان وهي بعيده تماما عن فكره كفر الانسان لانها تنتهكها في اماكن كثيره اخرى، وبالتالي حينما نطالب ونتمنى ونناشد بتصفية هذا الملف واغلاقه ده من اجل مصر اولا وحتى يتوقف التربص بنا ثانيا. مش بص، الامور صارت واضحه، نحن لا ندخل في جدل معهم، هم ربما يكون ظروف مجتمعاتهم اعطتهم المزيد من الحريات بعد وقت طويل من الصراعات. مجتمعات العالم الثالث للاسف الشديد عانت كثيرا وفي اسباب كثيره لم تجعلها تصل لهذه المرحله، وحتى لا ندخل في المنافسات او المناقشات او الجدل ومين الاحسن، احنا نتمنى ان احنا نبقى افضل ناس
ولا نعطي الآخرين أو هؤلاء المتربصين الفرصة ليستعملوا هذه الورقة بالضبط. صحيح. أنا بشكرك جدا 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 يا أستاذ عماد، كل الشكر للكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني وأيضا عضو مجلس الشيوخ وطبعا رئيس تحرير الشروق.